مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة عندنا موضوعين مهمين جدا للغاية. يعني في الفقرة الأولى إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الثانوية العامة، وإحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الثانوية العامة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في موضوع امتحانات الثانوية العامة. النهاردة هنتكلم في الفقرة الثانية عن بعض النقاط يعني التي لم يسعفنا الوقت في أخذها. الفقرة الثانية إن شاء الله هنتكلم عن مناقشة بسيطة حول قانون 148 لتنظيم المعاشات أو المعاش المبكر. لكن الأول عايز ناخد مع الدكتورة الأول بعض إنجازات الجمعية في رمضان 2020. أنا كنت شاهد عيان على بعض المواقف في الجمعية. أنا يعني بسم الله اللهم صل على النبي، يعني حاجة جميلة جدا، شفت يعني حاجات رهيبة جدا، اللهم بارك. إيه اللي حضرتك عملتيه كرئيسة جمعية إنقاذ حياة الطفل في الفترة اللي فاتت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مروان، أخبارك؟ الحمد لله. شغلتنا في الجمعية إعمار البشر. المفروض إن في فيديو هيتعرض دلوقتي لحالة أحمد 26 سنة. تمام. فيديو جاهز يا أستاذ محمد؟ تمام، كلمة يا أستاذ. مامته سنها كبير، باباه مش موجود. أحمد عنده بتر في رجليه الاتنين تحت الركبة. تحت الركبة. كان كل أمله في الدنيا إن هو يعرف يقف على رجليه ويبتدي يعني يبتدي يشتغل فيديو يعمل معنا حاجة. ده الفيديو. ده أحمد. خلينا نشوف هو دلوقتي ركب الطرف الصناعي، الطرفين. تمام. بينزل. تمام. بيتحرك. بيحاول يمارس حياته الطبيعية. طب اللهم بارك، يعني ربنا يتقبل كده إعمار البشر. في عجالة سريعة، قصة الطرف الصناعي، قصة أحمد جالك امتى كده؟ يعني جالي قبل رمضان ورزق. يمكن هو جاء قبل رمضان عشان نلحق نجمع له في رمضان. رجليه الاثنين طبعا احنا بنعمل رجليه الاثنين، مش رجل واحده، بتر مزدوج. بسم الله ما شاء الله. اطراف صناعيه الماني. احنا يعني بنحاول بقدر الامكان نجيب حاجه جودتها عاليه، لان ده صغير وهيتحرك ومن حقه يمارس حياته، ولو لقى شغلانه على قد امكانياته الجديده يقدر يلاقي لقمه عيش. ليه خمس اخوات، مامته ست كبيرة، باباه مش موجود، فحاولنا بقدر الامكان ان احنا ندعم حاجة زي كده، عشان احنا مش هدفنا ندي وخلاص، احنا هدفنا نساعد البني ادم انه يقف على رجله بقيت عمره. تمام. طول ما في فرصة ان هو يشتغل ويكسب لقمة عيشه ويعيش ويعيش ويبتدي ويتجوز ويخلف ويمارس حياته الطبيعية، يبقى احنا كده نجحنا. تمام. حتى لو هو عمل اللي عليه واحنا نكمل. تمام. بس الطرفين عملوا في حدود 60,000، احنا شلنا حوالي 28,000. المفروض الفاتوره برضو تتعرض. الفاتوره يا استاذ محمد. بس طيب انا عايز اسال في النقطه دي بالذات، عايز اسال حضرتك سؤال. بالنسبه للتكاليف او التبرعات، طبعا يعني حمل وضغط طبعاً على الجمعيه. طبعا يعني احنا بنشتغل بالاجل. ما هو ده دي نقطه مهمه، نقطه مهمه برضو. انا عايز اتكلم ان لازم يكون بعض الساده المشاهدين يدخلوا معانا في تبرعات للجمعيه. يعني انا شايف ان المفروض يعني اصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الخير إن هم يدخلوا ويتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة الطفل. يعني إحنا على مدار سنة في البرنامج، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الجمعية اللي أنا شايفه الجمعية عاملة حاجات كبيرة جدا جدا، حتى في كارثة كورونا أو جائحة احنا كورونا. إحنا بنتيح كمان الاتصال المباشر. الاتصال المباشر بالحالات. بالحالات يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عشان الناس تبقى برضو إيه بص، مش عشان حتى الاطمئنان والشفافية، عشان أنت لما بتشوف الحالة بتتفاعل أكتر. أكيد طبعا. القصة ورقيا غير لما تشوف بني آدم على أرض الواقع بيتحرك قصاد عينيك بعد ما كان أنت شايفه قاعد، أو واحدة عندها عيال وبتجري عليهم أنت شايف عيالها قصاده، ممكن يكون عيالك في سن عيالها فالموضوع وهيبقى نوع من الايه. بس فكره جميله، فكره جميله جدا ان المتبرع يتصل مباشره بالحاله. طبعا. يعني بسم الله ما شاء الله بيحس بيها اكتر، مش اي حد بيعملها.
الناس يعني اللي عندها صدق طبعا يعني هي دي فلسفه احنا ماشيين بيها بقالنا مثلا حوالي 15 سنه. بسم الله ما شاء الله. يعني اتمنى من الساده المشاهدين ان هم يتواصلوا مع انا نفسي اخلص من الويتنج ليست او ان يبقى عندنا حالات مش عارفين نجمع لها. بالظبط. لان معظم الحالات اللي عندنا حالات مرضيه. فالدقيقه معاها والثانيه بتفرق. اكيد طبعا. يعني حاجه زي دي زي احمد مش ولو احمد تلاحظ طبعًا. احنا بنراعي كرامه الناس، احنا ما بنجيبش وشوش طبعًا. ما بنجيبش مش بنصور. قلما تجد هذا الموضوع يعني يعني احنا دينا دين كرامه طبعا، يعني ربنا ورسول صلى الله عليه وسلم حثوا على ذلك. تمام. فما ينفعش، وده شاب تمام، انا يعني ما ينفعش ان انا اطلع بصورته وانا الغرض ان انا اساعد، مش ان انا اقول، مش ان انا اطلعه واخلي انت فاهم الحته دي. طبعا طبعا هتفرق، متعبه شويه اكيد طبعا يا دكتوره. يعني بسم الله ما شاء الله. انا كنت عايزه نعرف بس شاب الدكتوره في ريعان شبابه وهيشتغل الطرف ده بيستحمل طرفين صناعيين يعني، ومن اجود انواع الاطراف الصناعيه الموجوده في السوق. ولو عايز يعمل مشروع صغير احنا هنبقى بفضل الله وبامر الله معاك. فاتوره دكتوره دي الفاتوره موجودة. لو سمحت الفاتوره تاني يا استاذ محمد. انت قلتي حضرتك ب 60000 الاثنين. احنا شلنا 28000 بالظبط. 28 والباقي في حد تاني من الشركه. من الشركه اللي احنا بنتعامل معاها بتعمل اطراف. احنا بنتعامل يعني برضو هي علاقات بنقول ان علاقات. هي الدنيا كلها ماشيه في مصر علاقات يعني برضو هنقول برضو جمعيه انقاذ حياه الطفل برضو لها يد في الموضوع التاني. بسم الله ما شاء الله. يعني واضحه الفاتوره اهي 28000 28000. الجزء الثاني بقى المتضررين من فيروس كورونا وناس اللي قعدت في بيوتها. احنا بنحاول دكتوره ايمان في موضوع فيروس كورونا. يعني تكاد تكون مصر كلها الفاتوره 28000 تمام. تكاد تكون مصر كلها تضررت. يعني انا اكاد ارى ان كان في ضغط عليكم في الجمعيه كبير جدا. عايز اسالك انت بصي احنا خدنا عمال اليوميه الناس اللي بتشتغل اتقدروا بكام مثلا؟ من واقع الكشوفات اللي انا بعتها لحضرتك لا احنا يعني من 500 وطالع. اللهم صل على النبي. تمام. في ناس اخذت 1000، في ناس اخذت مبالغ قليله، بس احنا بنقيم على حسب عدد الاسره. هل كم الام عدد بتشتغل كم عدد كم فرد في الاسره؟ هل الام بتشتغل كم ولا فرد خدتوه كم اسره؟ ما عدتش يا مروان، الحاجات دي بالبركه. اللهم صل على النبي. يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا ندعم، ويا ريت برضه الكشوفات في كشوفات موجوده طبعا. الاستاذ محمد فؤاد يا ريت والله تعرض لنا الكشوفات الموجوده على الشاشه، بتبين قد ايه يعني ده جزء من كل ده مش كشف يعني 200. احنا طبعا قاصدين نداري اسم الحاله وقاصدين نداري الامضه بتاعتها. ادي كشف ب 600 وب 700 فوق وب 1000 وشويه اهو. تمام. بنداري حفظا لكرامه الناس برضو قد ما نقدر. اي 1200 انا نقرا تحت يعني اللي قادره 1700 تقريبا 1700 1200 1750 كده يعني الموضوع. كل دول المتضررين وعلى حسب عدد الاسره واللي بيعول امه واللي بتعول امها او باباها ست كبيره. حد في حد فيهم مريض وكان بيقبض مثلا وكان من شغله بيقدر يصرف على نفسه. وخلي بالكم الناس دي متعففه جدا لانها مش واخده اصلا على السؤال. احنا دورنا على الناس اللي ما بتعرفش تخبط على البيبان وتقول انا عايزه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يتقبل يعني ربنا يتقبل ويبارك. الله المستعان. الدكتوره ايمان عايز ادخل بقى في موضوع قصه الثانويه العامه، وان المفترض ان معانا الدكتوره ايات احمد على التليفون. دكتوره ايات موجوده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره ايات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره ايات ازي حضرتك عامله ايه؟ ازي حضرتك طيبه؟ تمام الحمد لله. دكتوره ايات بكالوريوس علوم بايو كيمستري، عندها طالب ثانويه عامه في البيت، ماجستير طرق وتفعيل مهارات البحث العلمي من جامعه ايست انجليا في انجلترا. تمام. ايست انجليا عشان ايات ما تزعلش. دكتوره ايات حضرتك. أيوه. حضرتك متخصصه، عندك طالب ثانويه عامه حاسه بالقلق بتاع اولياء الامور، بس كدكتوره وحد متخصص هتتعاملي ازاي وابنك نازل لجنه الثانويه العامه؟ هو بدايه انا عندي توأم ثانويه عامه ولد وبنت. ما شاء الله. طبعا عدد الطلبه الثانويه العامه اللي نازلين السنه دي 660000. 660000 في نفس التوقيت نازل 660000 طلبه تعليم فني بالتبادل في ايام الاجازات اللي فيها ثانويه عامه، هينزلوا طلبه التعليم الفني. يعني عندنا 1,300,000 طالب لمده شهر في الشارع.
طبعا انا كأم مش هقدر اقول لولادي اعتمدوا على الاجراءات التطهير اللي قايمه بيها الوزاره، لان ده هيعتبر حمل كبير جدا على الناس، لان طبعا عارفين ان الفيروس بيعتمد اصلا على المسؤوليه الشخصيه للشخص اكتر منه على تطهير الاسطح، السلوك لان الفردي. كل ما هو بيتقال عن البوابات والاسطح والحاجات دي كلها بدون ما الطالب يكون عنده الوعي الكامل ان هو ازاي يامن نفسه بنفسه، هتبقى نسبة إصابة حدوث الإصابة هتعلى أكتر يعني. أكتر. فأنا بالنسبة للولاد عاملة لهم برنامج مثلا طبعا رفع المناعة الغذائية، بس ده ما بيتمش من خلال فترة الامتحانات. لازم الولاد يتوقفوا عن تناول السكريات والنشويات لأن دي بتقلل المناعة، يزودوا نسبة الخضار والفاكهة والصبح العسل الأبيض والليمون، ده من ناحية رفع المناعة غذائيا وطبعا وتجنب التوتر. الحاجة التانية بقى اللي هي تجنب المرحلة التوتر طبعا، تظبطيها ازاي لان دي يا دكتورة؟ التوتر في حد ذاته هيأثر على الجهاز المناعي بتاعهم وبالتالي هتقل قدرتهم على مقاومة اي ميكروبات او فيروسات. نقدر نجنب الطالب لان هو طبيعي هيبقى متوتر وقلقان، ده انت عندك حاجتين، الامتحان وقصة الفيروس. والله ده يعتمد على الناس اللي هيكونوا مسؤولين من اول ما يستلموا ولادنا من على الباب، ومن اول الامن اللي هيأمن المكان لحد ما ولادنا يطلعوا من اللجنة بعد ما يخلصوا الامتحان، فده عبء عليهم والله المستعان معاهم يعني يقويهم. طب انا عايز اسال حضرتك دكتوره ايات، في ان انت حضرتك بتقولي ان في مليون وكذا و300 ألف و300 الف هيكونوا موجودين متواجدين في الشارع، ثانوية عامة ثانويه عامه والتعليم والتعليم الفني، الفني. الثانوي الفني طيب الناس ما هي موجوده بكثافه في الشارع برضه يا دكتوره يعني؟ الوضع مختلف تماما. أولا احنا بالنسبة لولادنا الضغط النفسي والتوتر ومروح الامتحان، وكمان الولاد في السن ده ما فيش عليهم السيطرة زي أي شخص كبير، ما بالظبط، عندهمش هو ده اللي انا الوعي بقوله، الكافي، كده كده هم في الشارع اصلا. لا ما عندهمش الوعي الكافي عن اساليب النظافه بالظبط. وازاي يقوا نفسهم. لما واحد كبير بالغ بيقدر يتحكم اكتر ومش بيبقى مجبر في ظروف خارجه عن ارادته ان هو ينزل لمده شهر. تمام. طبعا ظروف الثانويه العامه بتبقى ظروف خارجه عن اراده اي حد، اصلا الطالب اللي في الثانويه العامه بيجي الصبح بيجي له حاله توتر، ممكن يجي له قيء، ممكن يجي له اسهال، وده الناس اللي شغاله في المجال التعليمي بتشوف ده كتير جدا هنشوف كتير اصلا جدا. الامتحانات في طبعا، حد ذاته. والقيء والحاجات دي طبعا، يعني توتر الاعصاب ما هي من ضمن اسباب او من ضمن الاعراض الموجوده في طبعا كورونا. طبعا ما طبعا انت عندك، عشان كده انا بقول عاملين. طب حاجه دكتوره ايات، هتتعاملي ازاي؟ انا بالنسبه لي مجهزه طبعا الماسكات ومختاره نوع من انواع الماسكات اللي هو يكون مناسب. طبعا في ماسك هيبقى للمواصلات وفي ماسك هيبقى داخل اللجنه، لان الماسكات القويه بتجيب حاجه اسمها هايبوكسيا او بيقلل نسبه الاكسجين لما بيتلبس فتره طويله، طبعا ده بيقلل ضعف التركيز. اضافه كمان ان اولادي الاثنين بيلبسوا نظاره، فده بيعمل نوع من انواع التشبير، يعني أكيد. بخار الميه بيبتدي يتكثف على النظاره، فالنظاره لازم تتغسل بصابون سائل قبل ما ينزلوا، وان هي تجف في الهواء علشان ما تمنع عمليه التشبير. فالولاد اللي بيلبسوا النظاره ممكن يعملوا ده، يغسلوها بصابون سائل ويسيبوها من غير ما ينشفوها، لان ده بيمنع تكون بخار الميه على النظاره للناس اللي لابسه كمامات. طيب دي نقط مهمة، موضوع النظارة، معظم الطلبة بيلبسوا نظارات، فلازم الحتة دي تبقى واضحة للأمهات، فمعلش نعيدها تاني، بتعملي إيه الصبح بقصة النظارة؟ يتغسل بأي منظف سائل تمام، ده موضوع النظارة ولا وما النظارة؟ نتنشفش لأن بعد فعلا كده، النظارة بتشبر بالبلدي كده. لأن أنا كده بمنع عملية تكثف بخار المية الناتج عن التنفس مع لمس الكمامة على النظارة. طبعا ده بيعمل لهم حاجب للرؤية، غير ان احنا بنعمل لهم تمارين بقى دلوقتي ان هم يلبسوا الكمامه كل شويه، قد ايه مش بنحل بس، لا احنا بنعمل تدريب يلبسوا الكمامه انت دي معاكي يعني. جمعة وسبت بتحاول، يعني برضو بنقول لأولياء الأمور امتحانات معاكم الحد جمعة تاني. وسبت، ما معاهم جمعة وسبت، الطالب يلبس الكمامة وهو يعمل تيست لنفسه كده ساعتين ثلاثة، بحيث ان هو ما يبقاش داخل مخنوق. بالظبط كده. بالظبط، ما يتصدمش ان هو مش قادر مثلا يتفاعل مع الكمامه بشكل كويس. الحاجه الثانيه طبعا احنا عارفين الولاد في السن ده بيبقوا ملخومين اصلا، لو قلم وقع منك في الارض، اي حاجه وقعت منك في الارض ما ما تجيبوش. تاخدهاش نهائي، تتساب. جميل جدا، بسم الله ما شاء الله تمام، يعني. لان نسبه وجود الفيروس على الارض عاليه جدا، فاي حاجه يبقى معاه قلم احتياطي مع ادوات احتياطي، اي حاجه تقع منه من على الارض لا يلتقطها تماما يعني. تمام. النقطه الثانيه واثبت فعاليه في الساينتفك بيبرز والابحاث الاخيره هو استخدام البيتادين بنسبه 1% او بتركيز 1%، وده موجود في الصيدليات حتى سعره 9.50 جنيه تقريبا. ده عباره عن بيستخدم كغرغره او
يعني المضمضه للولاد، وقبل ما ينزلوا الامتحان بنحطه في بخاخه وممكن نخففه بمحلول ملحي من الصيدليه، ويتم الاستنشاق بيه لحد ما نحس ان هو طعمه في الحلق، وبعدين بعد كده يتم بصقه. الطريقه دي بتموت الفيروس، فده بيتعمل قبل ما ينزل الامتحان وبعد ما يرجع من الامتحان. تاني طب دكتور جميلة جدا عياد، الحتة دي، أصلا نعيدها مرة تانية من المفترض إن هي تكون موجودة في امتحان غير امتحان، لازم تكون موجودة كإجراء معانا. احترازي داخل البيوت. تاني طبعا معلش يا دكتورة آيات، فكرة جميلة جدا يا دكتورة آيات والله. قبل ما ينزل الطالب بنجيب بيتادين تركيز 1%، ونركز على تركيز 1%، بيتادين الجروح لا يصلح لأنه ممكن يعمل كارثة، فإحنا تركيز بنجيب واحد في بيتادين المية الزرزرة بتدين من الصيدلية. ده من الصيدلية، لو هو 8 9 جنيه ونص تقريبا بتدين بتتاخد، ودي كمان بتساعد الولاد ان هم يتجنبوا الجيوب الانفيه اللي هي موجوده في اليومين دول مع ارتفاع درجه الحراره بالذات قوي يعني. البتادين بتاع الغرغره بتاع السنان ده قصدك؟ بالظبط، هو بتاع تمام، الحلق وبتاع ده الجروح متاح في الاحمر. اهو البتادين الاحمر ده مشكله. لا مش بتاع الجروح، غرغره ويتم السنان. تخفيفه، ويتم ممكن طريقتين، يا اما احطه في بخاخ او مقطره بحيث ان انا اقطر احس ان هو بلعته في الحلق واتفه بعد كده، او بجيب عود الاذن واحطه في عود الاذن وامسح بيه فتحه الانف من جوه واتغرغر بيه. ده اثبت بنسبه 100% لا قدر الله انه لو تم اصابه، طبعا الفيروس بيتكاثر داخل الانف، الخلايا الموجوده في الانف بالذات الخلايا الاخيره الموجوده في الانف هي اللي بيحصل فيها تكاثر للفيروس، فبالتالي انا كده بلحقه. ولو استمرينا على الوضع ده اثناء فتره الامتحانات ان شاء الله ما يبقاش فيه طالب مصاب. بوابة الجزء بتادين قصاد الفيروس قصدك؟ ايه؟ بوابة بتادين في المهم انه المناخير يكون في بدادين. بالظبط قصاد الفيروس. طبعا تمام طبعا طبعا تمام انا مجهزه شنطه بقى اللي احنا المفروض ان احنا نخلي كل طالب يبقى شنطته دي فيها ايه؟ فيها بخاخ الكحول، حتى لو الداسك بتاعه مش وهو متاكد انه متعقم يا ريت هو يعقم يدخل الداسك تاني، يعقم. هو لازم بنفسه بس ما ينفعش يبخ، بس ما ينفعش حاجه خالص ويسيبها تجف. وبعدين يبقى معايا مناديل مطهره او جل عشان بعد ما يستخدم البتادين اللي يستخدم الكحول يغسل ايديه كمان بجل. ممنوع تماما لمس الفم او المناخير او العين تحت اي ظرف. معظم طلبه الثانويه العامه لما بيوصلوا لمرحله توتر ممكن تلاقيه يرعد في عينيه، ممكن تلاقيه يحط ايده على وشه، ممنوع ايدك تلمس وشك نهائي. الثبات الانفعالي مهم جدا. طبعا ولازم ثواني ده يعني هو نحاول كده نخلي الوقت المراقبين، جري بينا جدا. كملي دكتورة آيات. نحاول نخلي المراقبين ياخدوا بالهم ان ولادنا بيبقوا نفسيا مش واعيين، يعني هم بيعملوا الحركات دي بدون وعي، فهم يحاولوا يتابعوهم بحيث ان هم ينبهوهم على الاقل. طبعا خلال الفتره اللي فيها الامتحانات نركز على الشاي الاخضر والليمون واليانسون ومشروبات دافيه باستمرار. مرحله المواصلات طبعا دي مرحله مهمه جدا، نخلي الطالب ما يحاولش انه يدخل في اي مكان مزدحم. المراجعه اللي قبل الامتحان ملهاش لازمه نهائي، خلاص اللي اتعمل هي اتعمل، بتوتر اصلا. يروح بيته. نتجنب التزاحم باي شكل او باخر، نتجنب الهزار، لان طبعا انا عندي ولد وعندي بنت، فانا عارفه الشباب بتوع الثانويه العامه بيبقوا يعني من ناحيه وخصوصا ان هم بقالهم كتير محبوسين. الانضباط مش انضباط كامل كشخص بالغ، وهي دي الخطوره فعلا في طالب الثانويه العامه، ان احنا ولادنا نتمنى بس ان هم يلاقوا رعايه والاهتمام. في بس مشكله وعامله لنا قلق، انا اعرف بعض الطلبه اللي اوريدي عندهم حالات اصابه وهم يعتبروا مخالطين، وحاولوا حالات يقدموا كورونا. تاجيل حالات كورونا، اه وحاولوا يقدموا تاجيل للاختبارات اللي هي الدور الثاني. تقديم تاجيل 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 الاختبارات بالظبط عشان هو للدور مخالط. الثاني، مش للتاجيل لمده سنه، تاجيل للدور للدور الثاني. الثاني. الدور الثاني اه وفي الفعل توجهوا للمستشفى علشان ياخدوا ورقه، فالمستشفى ابلغتهم ان ما فيش حاجه اسمها ورقه تخص مخالط. احنا الورق بتبقى خاص بصاحب المسحه نفسه. طيب دي حاجة فبالتالي مهمة جدا. طب ما يعمل مسحة كمان هو. ممنوع المساحات حاليا تتاخد طبعا مش عارف. للمخالطين، بيوصوا للعزل المنزلي وما بيتاخدش مسحة. فطبعا لما راحوا الوزارة وتحاولوا يقدموا، طبعا الوزارة لا تعترف إلا بوجود جواب موجه من المستشفى، عشان التأجيل. والمستشفى مش هتطلع جواب، فالطلبة وصلت بيهم الدرجة إن هم بيقولوا إحنا هننزل واللي يحصل يحصل. ونبهوا على الولاد حاجة تانية، قالوا لهم لما تروحوا اللجنة الصبح لو درجة حرارتكم عالية هنرجعكم تاني. طبعا وجودهم في وسط الولاد اصلا ونزولهم من بيوتهم هم المفروض يكونوا في العزل لا طبعا خطر ما جدا ينفعش. على الشعب كله. طيب احنا فالنقطة كده دي بنناشد نتمنى. الوزارة، لان المفروض الناس اللي عندها مصابة بالفيروس، في احصائيات تاني احنا قلنا الحلقة اللي فاتت الكلام ده، في احصائيات للأسف بتقول مفيش احصائيات،
مصر النهارده 50,000 حالة إصابة فعلية وتقريبا 2000 حالة وفاة. العدد ده مش هو ده العدد الفعلي، تمام. في ناس كتيرة جدا بتتعالج منزليا، اه صحيح، في ناس فطبعا بتتوجه ده اكيد للمستشفيات طبعا طبعا طبعا. وبيتقال لها عزل منزلي، لان اوريدي المستشفيات العدد كبير جدا. طيب دي احنا فبالتالي بنناشد فيها نتمنى ان الوزاره، النقطه دي مناشده الوزاره. اه طبعا، لان المخالط هو المفروض علميا دكتور ايمان، 14 يوم في البيت. دكتور ايمان، الامتحان بعد يعني فاضل له يومين، يعني القرار مرفوع خلاص على فكره. لا المفروض لا، ان المفروض لو في يعني قرار بده ممكن نفعله دلوقتي. يعني يعني المفروض احنا خلاص بنناشد، يعني الامتحان. لان المخالط ده لازم عزل 14 يوم، ده البروتوكول بيقول ده. مظبوط دكتوره ايات؟ مفروض انه كمان ازيد من 14 يوم، بس اليوم ال 14 ده اللي هو يعتبر المتوسط للحاله. تمام. فاحنا هو بس المشكلة بنناشد عشان حضرتك، بس المشكلة ما تكبرش دكتور عشان الولاد. اتفضلي. اتفضلي يا دكتور. احنا ما عندناش اغلى من ولادنا، يعني انا ده مثلا، اكيد انا طبعا. بالنسبه لي احنا عددنا 660 الف، لكن ده عدد بالنسبه للوزاره او بالنسبه لاي حد، لكن انا ابني او بنتي ده اهم مش حاجه عدد عندي في الدنيا، اكيد ليس يا دكتوره عدد ايات. كبير. دكتوره ايات، بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم اكيد اخذت اجراءات احترازيه من ضمنها اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه السابقه بس دي نقطة واتكلمنا، جديدة، يعني ما يعني يعني فعلا المستشفيات، الأمر إن حضرتك قبل ما يعني في فترة مسموح بيها بتقديم الاعتذارات والتأجيلات، لما تمام. الطلبة فعلا راحوا يقدموا واجهوا صعوبات، وبالتالي هيضطروا ينزلوا وهم مخالطين، خلي بالك الفئة دي من الطلبة لأن تحترم المستشفيات طبعا أصلا غير طبعا، مسمح ان هو بيقول بالتأهيل. انا يا جماعة أنا مخالط أرفع الحقني القبعة للطلبة، لأن إحنا طبعا دلوقتي في المجتمع بنداري، اللي عنده اكيد. تعبان بيداري وبيحسب، يعني بتبقى وصمة عار، في ناس كده فعلا. فلما عندي طالب يقول لي يا جماعة 1 2 3 أنا مش عايز أذي غيري، دي حاجة تحترم. فإحنا للأسف يا دكتور هم اتحطوا تحت بند إن هم بيتمرضوا، لا طبعا وقالوا لو لا ما هو فيما طبعا لا لا يثبت، لا يا دكتور. ما هو فيما يثبت هيتمرد ايه؟ ما انا عندي فعلا حد المستشفى مخال، مش حد بتدي تعبان. للمخالط ما يثبت، بتدي واجب على للمريض. وزارة الصحة انها تدي اوراق للناس المخالطة حلوة ان دي هم النقطة كانوا فعلا. موجودين، وبالفعل كانوا موجودين وتعزلهم احنا 14 يوم يا جماعة. بنقلل المشكلة يا جماعة، ما هو في ان الأول وفي احنا الآخر كده العدد لما بيزيد المشكلة بتزيد. طبعا فاحنا هي عايزين دي النقطة نحصرها. فعلا اللي بنناشد بيها الوزارة، إن هي تطالب وزارة الصحة بأن أي طالب عنده حالة مخالطة تقوم بعملية إعطائه ورقة إنه هو في حالة عزل منزلي وإنه ما بالظبط. ينفعش إنه يتواجد. هي دي بس يعني النقطة اللي لازم إحنا نتابعها. طبعا أنا لازم أقول لولادي وكلنا لازم نتعامل إن إحنا نعتبر اللي ماشي معانا في الشارع ده مصاب، سواء مصاب أو غير مصاب، فلازم اتخاذ كافة نبعد الإجراءات. عنه. تمام. بالظبط كده، شكرا والمسافة دكتورة مش آيات، مداخلة شكرا مهمة لحضرتك. جدا فيها إجراءات مهمة جدا، لازم الأم والأب ياخدوا بالهم منها، لازم الطالب ياخد باله من نفسه. الحتة الأخيرة بنناشد وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ياخدوا بالهم من حتة المخالطين دول عشان العدد ما يزيدش. مشاهدي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ونرجع مع حضراتكم الفقرة الثانية إن شاء الله مع الأستاذ محمد إبراهيم، ونتكلم ونتناقش في موضوع التأمينات، المعاشات والتأمينات. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل. في الفقرة الثانية هنتكلم عن مشكلة قانون 148، واللي بيتكلم بيحدد وينظم قانون التأمينات والمعاشات، ومعانا أحد المتضررين من هذا القانون الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يكرمك يا فندم. يعني سؤال في الأول كده، إيه حضرتك مشكلة مع قانون 148؟ المشكلة إن القانون حضرتك عبارة عن حبر على ورق، يعني حبر على ورق. أيوة يا فندم، القانون رقم 148 ده ولسه لم ينفذ بعد. لا يا فندم، لا منفذ نفس. من 1/1/2020. 1/1/2020. تمام يا فندم. تمام. القانون بيقول ان في معاش مبكر، لكن القانون تم وضع شروط تعجيزيه مستحيله مش ممكن حد يحققها. شروط تعجيزيه مستحيله. تمام عشان تطلع المعاش المبكر، يعني هو الاصحاب المعاشات المبكره. تمام يا فندم. بس المعاش المبكر كمسمى ليه شروط، ايوه فندم، لا تنطبق على اصحاب المعاشات المبكره. بالظبط كده، تمام. ده اللي انا فهمته. ايه هي تمام. الشروط؟ ايه هي؟ اول شرط، ده شرط موجود فعلا وسهل ان ممكن حد يحققه، اللي هو 20 سنه فعليه، وده موجود اي حد ممكن يحقق ال 20 سنه 20 شغل، سنه فعليه خدمه. شغل. تمام. تمام. طبعا اغلبنا بيشتغل في القطاع الخاص، بيحاول يجمع الفترات ديت من شركه لشركه اخرى لمحل لاي حاجه، بيحاول يجمع المده ديت على اساس ان هو لو حصل اي حاجه معاه، يعني فصل او حاجه زي كده، يلجا للمعاش المبكر.
ده الشرط الاول. الشرط الثاني ما تبقاش فصل. انا اللي سمعته ان في ناس كتير اتصفت من شركاتها. انا عايز افهم الاول الشرط الاول. انا خلينا في النقطه دي، نقطه مهمه جدا. يعني ايه حقق 20 سنه فعليه؟ يعني خدمة. اكون فعلا شغال مش شاري منها سنين. كمان في حاجه اسمها شاري منها سنين؟ ايوه يا فندم. كان الاول لا، لازم نوضح هنا ايه الخدمه. ان انا اشتغلت 20 سنه فعليه، ان انا اكون شغال بالفعل تمام 20 سنه. طب ايه الشراء؟ الشراء ان انا مثلا كان الاول معترف ان انا لو اشتغلت في شركه مثلا 18 سنه واشتريت السنتين اللي فاضلين دول كان بيعترف بيهم ان هم مده فعليه وبتتحسب ان انا اطلع. طب اشتريتهم يعني ايه؟ واشتريتهم يعني تمنهم. دفع ثمنهم معايا. هو انا بيتاخد من مرتب اي موظف في التامينات عشان يطلع له معاش بعد كده. اكيد طبعا. طيب انا في قانون المعاشات لازم اكون خدت المعاش المبكر، خدمت 20 سنه. تمام. لو انا خدت 15 او خدمت 15 كده ناقص لي 5 سنين. 5 سنين ادفع تامينتهم على بعض عشان استحق، مش ده المقصود؟ كان الاول كده حضرتك. بعد كده القانون ده اتلغى. يعني حته الشراء دي كانت موجوده من الاول اصلا يا دكتوره؟ ايوه. انا بس قانون 148 والقانون اللي ايام المهندس ابراهيم محلب لغى السنوات المشتراه. اصبح لازم عشان حد يطلع معاش مبكر لازم يكون عنده 20 سنه فعليه. خدم فعليا. فعلي. تمام. فديت احنا بنحققها يعني اللي بيسيب شغل اعتقد انه طبيعي. تمام. وممكن ممكن انه يتحقق. شرط متضررين منه. شرط مستزاق. يعني ده الشرط الأول. الشرط الثاني. الشرط الثاني اللي هو المستحيل إن أنا يكون عندي شرط آخر أجر تسوية لازم 50% منه يساوي الحد الأدنى من المعاش. ادينا بالأرقام. مثلا أنا المفروض الحد الأدنى من المعاش النهاردة 910. 910 جنيه. المطلوب إن ده يكون 50% من الأجر. يعني المفروض أكون يعني حضرتك بتقبض 1820 جنيه مثلا. الأساسي؟ ده الأساسي. مين في مصر في القطاع الخاص؟ بيقبض 1820. الناس اللي هي بتدور على معاشاتها دي فئه معينه من المجتمع. يا جماعه تبقى الدنيا ماشيه بالزق. تمام. اساسيه عمره يعني مستحيل يا فندم. مستحيل. تمام. ده في ناس اساسيه 300 400 جنيه بعد 20 سنه. بالظبط. مظبوط. تمام يا فندم. انا كده بطلع الناس دي. تمام. في شرط اصعب من كده كمان. قال لي النمره 3 ان لازم يكون عندي مدد 65% منها بيساوي يعني بيديني الحق للمعاش، وده ربطه بجدول اسمه جدول 5. ده يعني جدول معلش يعني لازم يكون المدد بتاعتي بتديني الحق للمعاش. ازاي افسر الماده دي بجدول رقم 5 من قانون 148؟ طيب استاذن حضراتكم، معنا المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب المصري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك. نورتنا يا باشمهندس. الساده المشاهدين اهلا بيك يا فندم. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك؟ الحمد لله والله. باشمهندس وصلنا ان حضرتك قدمت طلب احاطه في مجلس الشعب بخصوص قانون 148 بخصوص قصه المعاش المبكر والمتضررين منه. وجهه نظر حضرتك؟ يعني القانون بشكل عام قانون غير جيد يعني، لكن من اكثر النقاط اللي بتمس المواطنين بشكل مباشر واللي استشعروا خطورتها ومدى يعني صعوبتها بالنسبه لهم في الفتره اللي فاتت هي الماده الخاصه بالمعاش المبكر. انه تقريبا هناك شبه استحاله للخروج للمعاش المبكر في الفتره دي. شبه استحاله؟ وده على شبه استحاله. وده على التناقض من توجه الحكومه في قانون الخدمه المدنيه. في قانون الخدمه المدنيه كانت الحكومه يعني بتسهل للناس وبتدفعهم للخروج للمعاش المبكر وبتديهم حوافز. وجينا في قانون المعاش يعني صعبنا الموضوع لدرجه الاستحاله. المشكله كمان انه في الظروف الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها كثير من الشركات المملوكه للدوله بيتم تصفيتها زي شركات الغزل والنسيج، زي الشركات المصريه للملاحه البحريه، غير القطاع الخاص. والناس دي للاسف في ظل عدم توافر فرص عمل فبيخرج للمعاش في سن صغير ومش محقق المده التامينيه الكافيه ولا محقق الحد الادنى. وهو كده خارج غصب عنه. خارج غصب عنه ومش لاقي حتى فرص عمل عشان يسترزق منها او يكمل الفتره التامينيه بتاعته. فبيقعد في الشارع لا هو عنده معاش ولا عنده فرصه عمل. بس الراجل ده كده هيشحت يمد ايده يعني كده مفيش دخل. والناس دي في سنها صغير يعني عندها اولاد صغيرين عايزين مصاريف وتعليم واكل وشرب، بيوت مفتوحه مظبوط؟ يعني الناس واصله لمرحله اكتر من ان هو يمد ايده. يعني الناس ممكن تسرق، الناس ممكن ترتكب جرائم لان هتشوف ولادها ومراته ولا ابنه ولا بنته مش لاقيين ياكلوا ولا مش لاقيين يتعالجوا ولا مش لاقيين يتربوا. فدي مشكله كبيره. والاهم من ده كله انه في يعني في حاجه مشكله كبيره انه الناس اللي طلعت يوم 31/12/2019 يعني عندها الحق في المعاش المبكر. طب حضرتك بتقول ان الناس طلعت، مش مهندس حضرتك بتقول ان الناس اللي خرجت 31/12
في 2019 تقريبا، تمام، بقوا في الشارع، ايه الاجراءات اللي خدتها الدوله عشان تكفي متطلبات الناس دي؟ لا انا ما بقولش اللي طلع 31 بقى في الشارع، اقول الناس اللي قدمت على الحصول على المعاش المؤقت في يوم 31/12 خدته على القانون القديم. القانون القديم اصبح ليها معاش. اللي طلع يوم 1/1 اصبح في ظل القانون الجديد. في ناس نفسها طلعت في اخر شهر 12 وعقبال ما خلصت اوراقها وراحت تقدم في شهر 1 قالوا لا انت بقيتي في ظل القانون الجديد. فانا اسف في التعبير يعني الشعبي، رأست على السلم، لا قدرت ترجع شغلها ولا قدرت تاخد معاش مبكر. فده مشكله كبيره. احنا اللي قدرنا نعمله مش الحكومه تعمله، ان احنا قدمنا اكثر من طلب احاطه وتناقشنا في لجنه القوى العامله ووضحنا مساوئ الماده نفسها ومساوئ تنفيذها. تنفيذها المقصود بها الناس اللي خرجت السنه اللي فاتت لكن قدمت الحصول على المعاش السنه دي. ده عيوب تنفيذ. عيوب الماده نفسها الناس اللي ظروف اقتصاديه بتمر بيها البلد خرجت لمعاش مبكر، لا لاقي فرص عمل تكمل لفتره تامينيه ولا قادره تاخد معاش. للاسف الدوله يعني يعني لم تتجاوب، واحنا بنناقش دوت في اللجنه والمجلس مقصر، وخليني اقول ان المجلس مقصر يعني والاغلبيه تحديدا اللي جوه المجلس، لانه لما نلاقي ان في اثر تشريعي عامل مشاكل كبيره لدى المواطنين يجب ان ننظر ليه بمنتهى الاهميه وبمنتهى يعني الدقه كمان. حتى الان للمجلس ناقش ولا المجلس يعني ادى الاهتمام الكافي، واخشى ان احنا قربنا على انتهاء الفصل التشريعي ودور النقاد وانتخابات في شهر 11، فلو فضلنا كده اعتقد دي هتبقى يعني نقطه سوداء في كل في حق كل نواب المجلس. حضرتك الحل يا باشمهندس، حضرتك الحل الجذري او الحل السريع للمشكله دي ايه؟ تعديل الماده يا فندم. تعديل الماده. تعديل الماده. تعديل الماده. تمام. وفي اسرع وقت ممكن. باشمهندس انا بدفع تامينات من مرتبي مظبوط؟ يعني صحيح. انا بحوش عند الدوله مظبوط كده؟ كنت دخلت فيهم جمعيه احسن والله دكتور. والله العظيم. انا فعلا بناقش دوت، هل من يعني هل قانونا من حق اي انا تشريع قانوني انا شايفه ان في مشكله. انا مديك قرشين انا جايه اطالبك بيهم، لو انت منعتهم عني يبقى انت عندك حاجه غلط مظبوط كده؟ وبعدين خلينا نوضح للناس المقصود بدوت ان انا كان بيني وبين حضرتك عقد ان انا اشتغلت عندك في ضد قانون معين. حضرتك كدوله قررت تغير هذا التعاقد يعني مش عايز اقول بدون وجه حق، لكن بدون سابق انذار، بدون ما تديني فتره زمنيه، تديني فتره انتقاليه تقول لي والله خلي بالك احنا القانون هيبدا يتغير من يوم كذا، اللي عايز يخرج يخرج في وقت محدد، ما خرجتش فيه يبقى انت كده في ظل قانون جديد، يبقى ندي للناس فتره انتقاليه. حتى ده حتى اللي احنا بنتكلم فيه الحاجه البسيطه ده الحد الادنى من حقوق الناس محتاج تعديل تشريعي. طيب باشمهندس، هل انا ينفع يتطبق عليا القانون الجديد وانا اصلا بيتاخد مني تامينات من 20 سنه الناس بتتكلم في سنين ورا، حضرتك فاهمني؟ هل ده ينفع قانونا صح؟ ينفع في دي جزئيه دي ينفع. ليه؟ لان انا بقول لك انت هزود عليك التامينات وهيبقى في نظام تاميني جديد وانت هتستفيد بيه لما تيجي تخرج على المعاش، بس في الحقيقه يعني انك مش هتستشاري بالقانون ده غير لما تقضي بظل القانون الجديد مش اقل من 10 12 سنه. لانه هو بيزود التامينات. طب والناس اللي اتصفت؟ انا متصفي غصب عني. ما احنا بس نحدد احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على هيخرج بعد 10 سنين هيستشعر التغير مش كبير قوي لكن في تغير. لكن اللي خرج او بيخرج السنه دي او السنه اللي جايه هي فترته التامينيه كلها تقريبا في ظل القانون القديم، يعني الحد الادنى التامين بتاعه قليل، يعني هو اصلا كان بيسدد الدوله مبالغ تامينيه قليله، فهيطلع برضه على المعاش القديم، مش هيستشعر تغير كبير زي ما الناس متصوره، يعني هياخد برضه على 1900 جنيه وعلى 1000 جنيه وعلى 1250 جنيه، مش 3 4000 يعني زي ما الناس متخيله يعني. ارقام المعاشات صغيره مش كبيره جداً. ان الاساسي صغير. ايوه يا فندم مظبوط، احنا كنا بنطالب في 2016 الوزيره ان احنا نزود المعاشات من فلوس صندوق المعاشات مش من جيب الدوله، يعني اصحاب المعاشات الساده اصحاب المعاشات ليهم ما يتجاوز 900 مليار جنيه لدى الدوله. 900 مليار جنيه؟ 900 مليار جنيه. حضرتك بس تخيل الفلوس دي لو موجوده في البنك، مش هقول لك دوله قادره من خلال اداره رشيده وحوكمه للفلوس دي كانت ممكن تعظم هذا المبلغ يوصل لفين؟ زي البنوك اكيد طبعا، زي اللي بيحصل في البنوك لما تحط في البنك فعلا. لكن للاسف احنا على مدار مش السنه دي ولا السنه ولا الخمس سنين ولا قبل خلال ثوره هو بالفعل موجوده في بنك الاستثمار والتنميه، الفلوس دي موجوده في بنك الاستثمار والتنميه. القانون الجديد بدا يعيد جزء من هذه الاموال سنويا، هيرجع كل سنه 130 مليار جنيه على مدار 50 سنه. وده كلام ده ينفع على 50 سنه يا دكتور؟
احنا لنا متوسط عمر من 60 ل 70. انا عايز تقريبا يعني الفايده كمان تقريبا 9% لو انا متذكر المواد القانونيه كويس، يعني الفايده 9% دي مبلغ فايده هزيله. خليني اقول لك ان النهارده واحنا بنتكلم في فايده في البنوك الشهاده البلاتينيه في البنك الاهلي وبنك مصر 15%. طب كلام 15%، والدوله هترجع للساده اصحاب المعاشات فلوسهم اللي هي عند الدوله بقى لها عشرات السنوات من ايام يوسف بطرس غالي، هترجعها بفايده يعني متدنيه جدا 9% لمده 5 سنين. مع بيوت مفتوحه، عيال عايزه تاكل وتشرب وتتعلم، المواطن لو مستواه الاجتماعي على هيعلي الدوله كلها. والعكس بالعكس اقتصادي في منتهى القصد. وخليني اقول لحضرتك كمان انه الساده اصحاب المعاشات دلوقتي اللي هي معظمهم معاشات ضئيله، يعني اي مبلغ بسيط بياخدوه مش بيحوشوه ولا يطلعوا بيه تحت الشمال، لا بيلموا مصروف، دولت بيدخوه في السوق المصري، يعني هم دولت اللي هيحركوا عجله الانتاج. طبعا من الايجابيات انه في توجيه من رئيس الجمهوريه بصرف الخمس علاوات المتاخره، وده امر كويس. الخمسه طبعا ده حق من هو اصحاب المعاشات، تاخر كثيرا واللي اخرته برضه الحكومه اللي موجوده، يعني تغولت على القانون وعلى الاحكام القضائيه والتفت على الاحكام القضائيه، وفي الاخر يعني رئيس الجمهوريه انتصر لاصحاب المعاشات وقال لهم لا اصرفوا لهم حقهم، ده شيء كويس، لكن ده لا يعني انه المعاشات جيده، ولا يعني ان اللي هيقدروا يخرجوا الفتره اللي احنا فيها دي معاش مبكر هيقدروا يحصلوا على حقوقهم. احنا برضو بنناشد رئيس الجمهوريه في القصه دي نظره للمواطن وظروفه، لان اصحاب المعاشات دول دنيتهم ماشيه على القد، يعني الدنيا ماشيه بالتيله زي ما بيقولوا بالبلدي. الناس مش محتاجه ضغط عليها اكتر من، يعني كفايه ان الناس اتسرحت من اشغالها. تمام. مهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب المصري، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات. والله بسم الله ما شاء الله فتح الله عليك، كتر خير وجزاكم الله خيرا. عايز ارجع للاستاذ محمد ابراهيم على طول. الشرط الثاني لحضرتك اللي هو يكاد يكون الشرط الثالث المصيبه اللي هو المشكله الاساسيه 65%. لا هي حضرتك ما تستناش في اي حد يحصل على معاش، فهموني كده بالبلدي. مطلوب مني ان انا اقل من 50 سنه ان يكون عندي 40 سنه و10 شهور و11 يوم. 40 سنه و10 شهور ازاي يعني؟ تمام. يعني هو بيقول ان مطلوب منه 50 وانت اقل من 50 سنه مطلوب منه خدمه في وظيفته 40 سنه و10 شهور و11 يوم، يعني الراجل ده يكون بدا شغل من 9 سنين. من 9 سنين تقريبا. هو فسرها بجدول تاني اسمه جدول رقم 3، ان انا اشتري، يعني انا عندي 20 سنه فعلي لازم اشتري بقى ال 21 سنه التانيين دول، ودول بيساوي هو كده ما عندوش مشكله في الشراء. طب ما عندوش مشكله في الشراء. السنه بكام؟ السنه حضرتك ب 7000 جنيه. نضرب في 20 147 يعني لا 21 سنه 21 147000 جنيه. حضرتك انا معايا 147000 جنيه اكيد مش هدور على المعاش. 147000 جنيه يعني اعتقد لو انا معايا المبلغ ده لا خلاص بقى انا مش عايز حاجه من الدوله. تمام. وفي نقطه مهمه، الناس دي دفعت الله يرضى عنك يا دكتوره، هي دفعت بالفعل، يعني حضرتك كنت بتدفع انا ادفع عشان اخد حقي 440 جنيه والشركه بتاعت حضرتك كانت بتدفع لك كام؟ الضعف 880. يعني بنتكلم في حدود 1000 ونص. تمام. 1000 ونص في 20 سنه 360000 جنيه. يعني انا ليه عندي يا فندم، انا لو يدوني الفلوس اللي انا دفعتها بمعدل التضخم انا بقول لهم شكرا، مش عايز من حضراتكم ولا معاش ولا تامين صحي ولا اي حاجه، ادوني الفلوس اللي انا دفعتها. الشاهد ان اللي بيدور على المعاش يعني بالفوائد بتاعتها. ايوه يا فندم. تمام. الشاهد ان اللي بيدور على المعاش بيدور على المعاش عشان الجنيه بتاع المعاش يفرق معاه. اكيد طبعا. مش رفاهيه يا جماعه. احنا النهارده البيت اللي فيه عيل او عيلين بيعدي 3 4000 جنيه مصاريف اكل وشرب وتبقى ماشي على القد. حضرتك يا فندم احنا عاملين زي فريد شوقي لما حوش فلوسه في صندوق البريد اللي هو اللي قدام البوسطه، عشان طبعا يعني انا اتنصب علينا بشكل يعني لا غريب. احنا مش يعني عايزين نقول اتنصب علينا او لا يا فندم، هي كده. لا يعني الوزيره فندم خلينا نتكلم، يعني الوزيره بتقول مش من المنطقي ان انا واحد يشتغل 20 سنه ويقعد 20 30 سنه ياخد معاش، ومش من المنطقي حضرتك برضو انك تاخدي مني شغلي 20 سنه بدفع فلوس وتقولي لي مالكش معاش الا اذا عشت لسن ال 65. اصبح يعني كده المعاش لمن عاش، يعني المعاش لمن عاش. احنا في مصيبه حضرتك لو سنك 45 تاخد دكتور ايمان خلص؟ يعني طبعا الوقت يعني جري بينا يعني بطريقه رهيبه جدا بسم الله ما شاء الله، يعني برضو لحقنا نناقش موضوعين مهمين جدا هم موضوعين الساعه اللي هم موضوع الثانويه العامه، وان شاء الله يتبقى معنا هذا الموضوع ان شاء الله نناقشه احنا الحلقه الجايه مع بعض في القصه دي باذن الله يعني.
ان شاء الله نقدر ربنا في اجلنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نناقش ربنا الموضوع ده. احنا بنتمنى حضرتك على اولادك اقل حاجه حضرتك يعني والله ما حد ضمن عمره مش عشان الفيروس اللي موجود بس انا واحد من الناس اللي بتطالب بالمعاش بتاعها انا ممكن اموت في اي لحظه انا عندي مرض نادر جدا ربنا يبارك في عمرك مش بتكلم عن نفسي محمد عنده مرض مناعي يعني امراض دم مرض يعني دم بيتجلط بسرعه مش مشكلتي انا بس مشكله ناس كتير جدا يا فندم انا ال 900 جنيه دول حضرتك بصيت لهم هتلاقيهم تمن عيش حاف اكله انا وعيالي احنا بنطالب حتى اقل حاجه اقل حاجه لينا تسند فتره حتى انتقاليه يا فندم نلحق يعني نسوي اوضاعنا يعني نوفق اوضاعنا ده اللي احنا اقل حاجه بنطلبها ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه حضرتك يعني نقدر نناقش هذا الموضوع في الحلقه القادمه ان شاء الله. الاستاذ محمد ابراهيم احد المتضررين من قانون 148 لتنظيم التامينات والمعاشات شرفتني ونورتني وان شاء الله باذن الله حين. نتقابل في الحلقه الجايه ان شاء الله يا رب المره الجايه تبقى ربنا خلقنا ان شاء الله. باشمهندس هيثم الحريري جزاه الله خير لانه اول واحد فعلا قدم طلب احاطه واهتم بموضوعنا تمام. شكرا لحضرتك دكتوره ايمان طبعا شرفتنا ونورتينا طبعا وجزاكم الله خيرا على هذه الحلقه وهذا الموضوع ايضا اعمار البشر طبعا هو من يعني يدخل في تخصص الجمعيه وجزاك الله خيرا على اللي انت قدمتيه او الجمعيه قدمته في الشهر رمضان الماضي. مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.